في المتابعة أيضا لما جرى في جنين. ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي الخبير في الشأن الإسرائيلي عادل شديد. سيد عادل أهلا بك إلى مساء الخير يا وطن. مساء الخير سيدي. بداية كيف تنظرون إلى عملية الاغتيال والإعدام بدم بارد التي نفذتها قوات خاصة إسرائيلية بهذه الطريقة وفي هذا الوقت من النهار وفي شارع مزدحم أيضا في مدينة جنين؟ يعني لا شك أنه أكثر رسالة يهاد إسرائيليا إيصالها من خلال عملية الاغتيال اللي حدثت بعد ظهر اليوم بجنين. أولى هاي الرسائل وهي موجهة للشارع الإسرائيلي وهي رسالة طمأنة أن لقاء شرم الشيخ قبل أسابيع ولقاء شرم الشيخ بعد أيام ولقاء العقبة قبل أسابيع هو يعني لقاء أمني بحت لا يوجد له أي مضمون سياسي. وما يقال عن أن تلك اللقاءات لها أبعاد سياسية ليس صحيحا ونثبت ذلك بالفعل ليس بالقول، كما هي أيضا رسالة إلى الشارع الفلسطيني بنفس النحو ولكن برسالة تهديد أخرى، رسالة دموية من خلالها أنه سيكون مصير كل هؤلاء الشبان كمصير الذين حدث معهم عملية الاغتيال اليوم بهذه الطريقة وبهذا السوق وبهذا الشكل، اللي بالنهاية إسرائيل تعتقد أنه من الممكن من خلال هذا الإعدام اللي شبيه بالأفلام أنه من الممكن أن يخيف الشارع الفلسطيني ويخيف الشباب الفلسطينيين. أعتقد أنه هذا الرسالة بكل الأحوال بالنسبة للإسرائيليين رمضان لا يختلف كثيرا عن أي شهر، ولكن هذا الشهر يتزامن عيد الفصح اليهودي مع شهر رمضان، وبالتالي تحاول إسرائيل أن تستفيد على الأقل أنه الفترة اللي بكون فيها عيد الفصح أن تكون بأقل الأحداث لكي يشعر المجتمع اليهودي وأن يمارس طقوسه وعيده بشكل طبيعي. طيب سيد عادل، مثل هذه الجرائم التي يرتكبها الاحتلال في الضفة كيف يستقبلها الشارع الإسرائيلي الداخلي إذا ما كانت يعني رسالة للشارع الإسرائيلي الداخلي، خاصة وأن الاحتلال ينفذ منذ وقت يعني عمليات اغتيال وجرائم ومجازر في المدن الفلسطينية، ولكن في المقابل نشهد أن المقاومة الفلسطينية لا تتوقف حتى لو كانت على مستويات فردية أو محدودة، لكن هذه المقاومة لا تتوقف. كيف تنعكس مثل هذه العمليات عند الشارع الإسرائيلي الداخلي؟ يعني أولا الشارع الإسرائيلي لا يأبى كثيرا لسقوط شهداء فلسطينيين. إصابة جندي احتلالي أو مستوطن تحتل هامش ومساحة بالإعلام العبري أضعاف أضعاف سقوط 10 شهداء. اليوم هاي المجزرة المروعة اللي ارتكبت في قلب سوق جنين تم التعامل معها على هامش الأخبار بالإعلام العبري، طالما أنه الحدث الرئيسي اليوم في إسرائيل هو ما يتعلق بما أطلق عليه تسمية يوم المقاومة والتشويش في إسرائيل كاحتجاج على جملة القوانين اللي تقوم الحكومة بتمريرها، ولكن المجتمع اليهودي فقط ينظر للعمليات أنه هل ستؤدي لردود فعل وسيدفع الإسرائيلي ثمنها أم لا. هذا الذي يعني الإسرائيلي، وخاصة أنه الرواية الإعلامية الرواية العبرية الرواية الأمنية اليوم أنه هاي العملية تمت، يعني تم اغتيال مجموعة مسؤولين عن الكثير من العمليات اللي حدثت في منطقة شمال الضفة ومسؤولين أيضا عن عمليات كانوا يخططون لها، وبالتالي هذا ما يريد المجتمع اليهودي سماعه. نعم سيد عادل، فقط أريد أن أعلق، هذا ما كنت أريد أن أسأل عنه بالتحديد، يعني هل يتماشى الشارع الإسرائيلي الداخلي مع رواية الحكومة والمؤسسة الأمنية بأن هذه انتصارات للجيش الإسرائيلي يعني باغتياله بالاغتيالات التي تنفذ، على الرغم من أن النتائج في كل مرة لا تكون كما يريده هذا الجيش وهذا المجتمع الإسرائيلي وتعود المقاومة على الرغم من عمليات الاغتيال؟ يعني إجابي للسؤال هذا يعني ردود لحظية وتكتيكية، لا شك أنه المجتمع اليهودي اليوم وإن لم تكن الحالة الفلسطينية والأمنية هي المسيطرة نتيجة الأحداث التي تجري الآن في كل أنحاء إسرائيل،
ولكن نقل هاي المشاهد ووحدة خاصة إسرائيلية تدخل بسيارات مدنية إلى قلب مدينة جنين وتقوم بهذه الإعدامات ونسبة الخطأ صفر، لا شك أنه يعزز ثقة المجتمع اليهودي بمنظومته الأمنية والعسكرية. ولكن مع حدوث أول عملية بالأيام القادمة ستتلاشى وستتبخر تلك النشوة اللي شعر فيها المجتمع الإسرائيلي. المجتمع الإسرائيلي يريد صحيح إعدامات وقتل الفلسطينيين، ولكن ما يعني أكثر هو عدم وقوع عمليات فلسطينية. طيب سيد عادل، إلى متى سنبقى في هذا المسلسل؟ اغتيالات واستهدافات إسرائيلية يتبعها عمليات أيضا وردود أفعال للمقاومة الفلسطينية، يعني أين تتجه الأمور؟ يعني واضح تماما أنه فشل عملية السلام هي التي أدت إلى خلق هذا الواقع، وبالتالي الحل الوحيد إعادة عملية السلام، وهذا يعني مستبعد غير مطروح. لم تعد هنالك عملية سلام، لا الإسرائيلي مستعد أن يقدم شيء ولا الجانب الفلسطيني قادر أن يتنازل أكثر مما تنازل، بالتالي الأمور سترافقنا فترة طويلة. طيب على المستوى السياسي، ربما الأيام القادمة أنت ذكرت ومررت على هذا الموضوع، ولكن نريد أن نتعمق أكثر فيها. الأيام القادمة ستشهد اجتماعا وقمة جديدة في شرم الشيخ بين السلطة، ممثلين عن دولة الاحتلال، ومصر والأردن. هذه الجرائم الإسرائيلية ألا تضع، يعني في أي موقف تضع السلطة الفلسطينية اليوم؟ لا شك أنها تحرج السلطة أكثر، تضعف حركة فتح بالرأي العام الفلسطيني أكثر، تؤدي إلى زيادة تأجيج الحالة الفلسطينية والاحتقان والغضب، لكنها قد لا تؤثر كثيرا على مشاركة السلطة في مؤتمر شرم الشيخ، لسبب بسيط أنه السلطة ليست معنية برفض مطالب مصرية أو أردنية. ولكن النتيجة أعتقد أنه عملية اغتيال جنين اليوم أنهت واغتالت أي فرصة لإنجاح قمة العقبة. لا شك أن المصريين والأردنيين كما معظم الأطراف الرسمية الإقليمية ليسوا معنيين بانهيار الوضع بالضفة نتيجة انعكاساته على المنطقة برمتها، ولكن بالنهاية الأمور لا تسير باتجاه التهدئة والاستقرار. العامل الوحيد الذي يضمن الاستقرار هو السلوك الإسرائيلي المرتبط بعملية سياسية مقنعة للرأي العام الفلسطيني، وهذا لن يحدث بالأفق. الخبير في الشأن الإسرائيلي عادل شديد، شكرا جزيلا لك على هذه التفاصيل والتحليلات لما بعد عملية جنين وهذه الجريمة الإسرائيلية الجديدة. شكرا جزيلا لك.